ان شاء الله عندنا هاد جوج المواضيع هما اللي غادي نحاولوا نطرقوا لهم بالتفصيل، خصوصا اللي كتعرفوا معنا واحد الصديق واحد الاخ سي محايد غني عن التعبير واختصاصي بهذا الميدان، وكذلك صاحب الضيعه سي رزوق ما شاء الله عليه واحد الخبره كبيره جدا جدا، وصالح حميد تجربه غني عن التعبير غني عن التعبير تبارك الله عليكم. وحنا كنشكروا سي حميد صالح وكنشكروا سي رزوق، بان هو حنا دائما كما قال سي حميد هاد درجه الحراره المرتفعه اللي عندها واحد كثير على الاشهر المثمره بالنسبه لسي حميد بالنسبه للسقي بالنسبه للحشرات المضره. هنا النداء اللي كنوجه للفلاح دائما وهو يرد البال ديالو وبالخصوص في درجه الحراره المرتفعه وهذا الشرقي اللي كان هذه الايامات اللي غادي يساعد واحد العدد ديال الحشرات باش يبانوا في اقرب وقت، منهم دوده التفاح اللي كنسميوه لوكاربوكابس سيديا بومونيلا لي زاريني روج اي جون اي لي بيسون سوندري اي موف اي لي كوشني ايتترا. هنا اخي الفلاح دائما خصك تساعد في هاد الظروف، وخصك حتى من ناحيه ديال السقي خص يكون داك السقي عقلاني ما يكونش عشوائي، هذا هو اللي بغينا نشيروا ليه. حنا دائما كنصحوا الفلاح دائما باش ياخذ التدابير ديالو وياخذ المراقبه ديالو الصارمه ديالو ويعرف التدخلات فوقاش خصو يدخل وفوقاش وباش غادي يدخل وعلاش غادي يدخل وضداش غادي يدخل، هذا هو اللي بغينا نشيروا ليه. دائما الفلاح دائما خصو يتاج الناس اللي عندهم الخبره في اي ميدان، في اي ميدان ماشي غير في هذا الميدان ديال وقايه النباتات ولا هذا الشيء ديال الاشجار المضره. ونخلي الكلمه الاخيره السي حبيب، ونتمنى يكون ان شاء الله هذه الاشرطه اللي غادي نديرها تكون في متناول الجميع، ونتمنى الاخوان يستافدوا من هذه والكمال لله. وحنا بدورنا كنشكروا السي حميد اللي جيتي من فاس الصباح هذا وجيتي ابونور او تو ريدمي كنتي فازرو، كنشكرك على العمل ديالك دعوب السي رزوق حتى هو كنشكرك. الى فرصه قادمه ان شاء الله يوم الاحد 31 يوليو 2022، الى اللقاء.